على فكرة احنا كده هنتعود عليكي بقى، مش هنقدر. معلش انا عارفة ان انا مزهقة حضرتك، كل يومين باجي ما بشتريش حاجة. لا ما تقوليش كده، احنا كفاية ان احنا بنشوفك يا مدام ريم. ما عندكيش فكرة ابراهيم ابني واسماء بيشكروا فيك ازاي. ربنا يخليكي، ابراهيم مهذب جدا واسماء كمان بتشكر في حضرتك قوي. بصي يا حبيبتي انا عندي هدوم حلوة وكل حاجة، بس انت عايزة حاجة مختلفة شوية. انا عارفة بالظبط، وانا بقى هخدمي خدمة العم صاحبتي اللي اسماء كلمتك عليها اللي بتجيب لنا الهدوم، هعرفك بيها. تقعدي معاها بقى وتشوفي الموديلات اللي انت عايزاه، وهي تجيبها لك من بره من غير جمارك ولا فلوس زياده. ربنا يخليكي، بس تتواصلي شويه بابراهيم. والله من غير وصايا. طيب تعالي بقى، هي عندي بالصدفه جوه، هعرفك عليها. اعرفك مدام ريم ابو العطا، سلمى شلهوب. اهلين. اهلا وسهلا.